قول لي يا عم مصطفى، انت عبرت في 6 اكتوبر؟ طبعا. عبرت ازاي؟ طبعا عبرت الحمد لله. انا كنت في مدفعيه هاوزر، وكنت سواق عربيه زل بشد مدفع هاوزر، وكنا في حرب الزلزال كنا بندمرهم تدمير شامل. تمام. ولما دخلنا المعركه بقينا نمهد الجنود بتاعتنا انهم يكسبوا اراضي ويتعمقوا. دخلنا القطاع الجنوبي وحررنا قاعده طريق موسى وقعدنا في مركزنا فيها، وبعد كده نزلنا صدينا العدوان في السويس بتاعت الثغره، وربنا في الايام دي يعني وفقنا، وده كرم من عند ربنا. وبسبب المدفع بتاعي كان يعني الطيران الاسرائيلي بعد ما خدنا القاعده في طريق موسى رمى علينا فوانيس، فخلى المنطقه كلها دور، كل اللواء جري في الظل خوفا انهم يرموا علينا صواريخ. انا الوحيد اللي ما نزلتش في المدفع بتاعي، فلقينا سريه هاون بعد الشجر دمرناها، كانوا ممكن يحتلوا القاعده ويتعبونا جدا. انت اللي دمرتها بنفسك؟ لا، كان معايا طبعا الطقم، وكان معايا طبعا رئيس العمليه. تمام. طب قول لي ليه حضرتك ماشي بشهاده عبور قناه السويس في التاكسي بتاع حضرتك؟ دي حاجه بتشرفني لما بقابل اي لجنه او اي حد بديها لهم، وبالذات زمايلي وحبايبي في الجيش يعني. تمام. انا بحيي السيد الفريق اول السيسي على الجراءه بتاعته في شيء. يعني شهاده العبور دي عشان تعدي بيها من الدبابات في الحظ؟ لا، ولا في اللجان والكمان عموما؟ ده المقصود، دي حاجه انا بفتخر بيها عند ربنا سبحانه الله وتعالى. تمام. هو يعني اكرمني بيها. ماشي يا عم مصطفى، الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا.